نظمت والي ولاية غليزان السيد إبراهيم ناصيرة حفلا تكريميا لفائدة أبطال الولاية في مختلف الرياضات الذين رفعوا الراية الوطنية في المحافل الدولية. اليوم استضفنا السيدة الوالي لولاية غليزان، كان استدعاء خاص لتكريم الرياضيين. الحمد لله يا ربي، اليوم شرف وإلي وفرحة كبيرة، ونشكر كل السلطات المحلية ونشكر مدير الشبيبة والرياضة ونشكر أعضاء مديرة الشبيبة والرياضة. مختاري محمد، مختص في رياضة كمال الأجسام، بطل جزائري عدة مرات، بطل إفريقي والبحر الأبيض المتوسط، والحمد لله كما راكم تشوفوا اليوم رانا مع السيدة الوالية في التكريمات ورانا ستينو إن فامي. الهواري لطفي بطل عالم في رياضة قوة الرمي والدفاع النفس القتالية، بطل عرب، بطل إفريقيا، بطل إفريقيا في الاحتراف، كلاسيت المرتبة الثانية في ماريكان في كاليفورنيا، وإن شاء الله بربي مازال كاين إن شاء الله كاين تحضيرات في أبو ظبي إن شاء الله شامبيونا دي موند، بطولة عالمية ثاني، وإن شاء الله اللي بهذه التحفيزات بهذا الأبناء غليزان اللي راهم واقفين معنا إن شاء الله نتمنى ونجيبوا أكثر إن شاء الله بإذن الله نوعدهم إن شاء الله واحد راه يحضر لي إن شاء الله بربي على الميدالية الذهبية إن شاء الله. وهذه حصلت على المرتبة الثالثة في إيطاليا. نشكر هذه الصحافة، نشكر الصحافة ونشكر الوالية ولايتك، نشكر الوالية لولاية غليزان. فنقص الدعم المادي هو القاسم المشترك بين هؤلاء الأبطال، وإن شاء الله بربي السلطات تشوف لنا هذا الدعم، إن شاء الله بربي يزيدوا يدعمونا، قد ما يكون الدعم قد ما تزيد تحصل على الميداليات. أطلب من السلطات المحلية لولاية غليزان وأطلب من ولي ولاية غليزان بالالتفات والنظر إلي، لأني بطل العالم، لدي مشاريع بروفيسيونيل، وفي العام عندي مشاريع كبيرة، لازم لي دعم خاص باش تحصل نيفو بليس على بليس وتحصل على ميداليات أكثر فأكثر لهذه الولاية والبلد الخاص وهو الجزائر. الرياضي يحتاج لتدعيم تدعيم في التحضيرات، ديفوند يكون عندك اللي يحتاج تحضيرات بزاف، اللي يكون يحضر في مستوى عالي، ماشي هذه اللي يحتاج لها الرياضي بزاف. ويبقى امل الرياضيين في حصد المزيد من الميداليات وتمثيل الجزائر احسن تمثيل، معلقا على مدى اهتمام الجهات المعنيه بقطاع الرياضه، مع التسليم بالقول القائل: من رحم المعاناه تولد الانتصارات.